شاب طموح، إعاقته البصرية لم تمنعه من ممارسة الهواية التي يحبها. فنان تشكيلي، رحبوا معاي ضيفنا عبد الرحمن الحمود. يا هلا ومرحبا فيك عبد الرحمن. هلا والله، هلا فيك. حياك الله أخوي عبد الرحمن، وأكيد نورتنا وفنك جميل. يمكن قبل هوا كنا قاعد نشوف هذا الفن، فما شاء الله وايد حلو. كلمنا في البداية، متى بديت بهذا المشوار؟ أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة الحلوة. وأنا بديت مشواري بالفن التشكيلي من عام 2012، ما شاء الله. كان آخر سنة لي بالثانوية، ومن لما كنت صغير أنا ما كنت أعرف أن عندي موهبة، بس سبحان الله من لما أنت تتعرف على ناس يعني يشجعونك أو يفتحون لك أبواب جديدة بالحياة، هني راح تكتشف أشياء يعني لا إرادية داخلية راح تكتشفها. يعني عبد الرحمن وانت صغير ما كنت كلش ترسم وما تدري ان عندك هالموهبه هذه؟ والله للامانه من لما كنت صغير انا كنت من لما اشوف محل رسم قاعد اقول ودي اشوف شنو في داخل، بس ما كنت بس أدري. ما مارست كلش، ما مارست، بس سبحان الله اذا حصلتك احد يشجعك تقدر تسوي اي شيء. عبد الرحمن، لكل منا موهبه ويمكن تكون عندنا موهبه بس ما نكتشفها الا بالصدفه، شلون انت اكتشفت موهبتك؟ أنا الحمد لله اكتشفتها عن طريق من لما تعرف ناس، ما قلت لك تعرف على ناس، وبنفس الوقت تشجيع الأهل وتشجيع أصدقائك. أي أيا كان الشخص، إذا أنت حصلتي التشجيع هني راح تكتسبين مهارات يمكن أول مرة يمكن أنت ما تصدقين أن أنت عندك هالقوة، بس سبحان الله الكل يستهين بكلمة التشجيع، يحسبها كلمة عادية، بس بالنسبة لي أنا أي شخص يشجعني بأي مجال راح أبذل جهدي أني أنا أحبي أحاول أتقن هذا المجال عشان أخليهم فخورين. ممتاز. يعني عبد الرحمن اللي قاعد تقوله أن كل إنسان فعلا اليوم إذا كان عنده موهبة أو مو دال طريق الموهبة محتاج أحد يشجعه في البداية ممكن يلقى موهبته أو ممكن يوصل حق الهدف، صحيح؟ صحيح. إذن إذا بالجانب الثاني يمكن نتكلم أكثر عن نوع الإعاقة اللي تعاني منها أخوي عبد الرحمن. الإعاقة اللي أنا قاعد أواجهها هذه إعاقة بالبصر من لما كنت صغير، من لما كنت ببطن الوالدة حاشتني هذا الإعاقة، وأول 3 سنين سويت عمليات في مستشفى الأحمدي عبارة عن زراعة عدسة، لأن إعاقتي فيها ضعف شديد في النظر، زائد أنه في مثل الحركة هذه الرجفة اللي من سبة عصب العين، فعصب العين وايد من الدكاترة حتى بأمريكا وإسبانيا شافوا هذه الظاهرة اللي بعيني، قالوا إن ما لها علاج. بس العملية اللي سويتها قبل كم شهر كانت عبارة عن تنظيف عدسة، لأن من لما قال الدكتور من لما كنت صغير إذا عبد الرحمن دش السن 21 هني العدسة اللي ركبناها راح تبدي تضعف. فالحمد لله قبل كم شهر قدرت أسوي العملية ونجحت. ممتاز. ما شاء الله عبد الرحمن، قاعدة أشوف الرسومات، يعني أنت قدرت تنمي موهبتك وترسم بهذه القدرة على الإعاقة اللي عندك، هل أنت دشيت دورات صقلت الموهبة اللي عندك؟ للأمانة أنا وايد ناس قاعد يقولوا لي روح جرب دورات أو ورشات، أنا ورشات أحب أروح، لكن يعني شلون أوضح لك إياها؟ ما أحب أعتمد أن أبي أروح دورة، لأن بالنهاية راح يقولون أن هذا الفلان أنا نميت موهبتي لاني انا رحت الدوره. فانا من بدايتي قلت انا ابي اجرب كل انواع الفنون، ابي اجرب يعني بالسكتشات او ايا كان، ابي اجرب، لان من خلال التجربه ومن خلال الاخطاء انت راح تكتشفين طريقك الخاص. فعشان كذي انا ما الحمد لله ما اخذت اي دورات في مجالي. ممتاز. بس عبد الرحمن يمكن يعني احيانا بعد ما انك انت يعني تتمرس بهذه الموهبه وتتمكن منها تحتاج الى بعض الدورات التعليميه، يعني عشان ممكن توصل حق مثلا احترافيه اكثر، توصل حق بعض الفنون، بعض التشكيل، بعض الاشياء اللي فعلا توصلك حق خلينا نقول ليفل ثاني. صحيح. فمو مفكر ان تتجه بعدين لبعض الدورات او تاخذ بعض الدورات؟ وللامانه وترى صح كلامك، اذا انا اخذت دورات او ورشات او ايا كان راح تصير العمليه سهله وايد، يعني راح يمكن اسوي اعمال عجيبه. صح. بس في انا حاط لي خطه بالمستقبل انه شنو؟ ان عبد الرحمن هو من نفسه ومن اخطائه ومن تجاربه اكتشف اسلوبه الخاص. ممتاز. ونفس ما قاعد تشوفون الحين هذا الالوان الشمعيه اللي انا سويتها هذا من خلال تجربه، وسبحان الله بالغلط انا شمخت اللوحه وطلع لي هذا الستايل. فهذا السر المحاولات. فعلا. وبالمستقبل يعني حلمي اني ابي اسوي مثلا كتاب
يعني من نفسي ومن جهدي أبي أوري الناس أن من غير مساعدة أو من غير أي دورات تقدر توصل. ممتاز. فعلا وبالذات بالرسم هو الممارسة، كثرة الممارسة تخليك تكتشف موهبتك وتكتشف أشياء، يعني لكل رسام بصمة. طيب. وشون يكتشف الرسام هذه البصمة؟ بالممارسة، لما يمارس ويرسم أكثر من رسمة. أنت نفس ما قلت اللي بالشمع هذا اللي سويته عن طريق الممارسة اكتشفته، فكل رسام عنده موهبة عن طريق الممارسة يقدر يكتشف هذا الشيء. زين عبد الرحمن، شنو اللي يحفزك؟ أكيد لكل رسام حافز أنه طيب. يخليه يرسم ويبدع بالرسم. أنا عندي أنواع عديدة بالتحفيز. أول شيء إذا مثلا أنتم الاثنين عادي، إذا أنتم شجعتوني بأي مجال عادي نفس ما قلت لكم. وعندي بعد هم في مجال الرياضة، في عندي مدرب الله يحفظه اسمه عبدالله العوضي، هو ما شاء الله عليه شجعني بالرياضة، وأنا ترى ما أعرف أي شيء بالرياضة، بس سبحان الله من تشجيعه وسبحان الله قدرت أوصل يعني ترانسفورميشن يعني مو طبيعي. نوع الرياضة عبد الرحمن التوارس. نوع الرياضة هو أنا أروح مكان اسمه Training for Warriors، هذا يشمل كل أنواع الرياضات، يعني مو بس يعني أوزان أو سرعة، يعني يشمل كل شيء. فسبحان الله أنا من بدايتي ما كنت متوقع أني أقدر أكمل، بس سبحان الله شوف شلون التشجيع. الحين صار لي يمكن سنة وأربعة أشهر معهم بس عشان تشجيع. ما شاء الله، يعني أنت قاعد ألاحظ رسوماتك مركز على استخدام الألوان الشمعية فقط بالرسم، أنا ولا حاولت تجرب ألوان ثانية؟ أول شيء أنا بدأت بالرصاص، بعدين ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 بدأت بالألوان. وسبحان الله من دشيت بالألوان قلت أبي أجرب يعني كل أنواع الخامات الألوان، فسبحان الله بالألوان الشمعية بالغلط اكتشفت هذه الألوان. فأنا ما أبي أقولك أنا أبي يعني أثبت بهذا الستايل، لازم أنا أجرب، لازم أنا أطور، فلازم أني أنا أجرب كل أنواع الفنون. سبحان الله بالدرب راح اكتشف ابواب جديده ان شاء الله. يا ربي تنفتح لك ابواب جديده ان شاء الله. عبد الرحمن، يعني رسوماتك الحين اللي قاعد نشوفها، هل انت تستوحي افكار معينه لما ترسم، ولا مثلا شيء يخطر على بالك، ولا موقف تشوفه قدامك، ولا سالفه ممكن تسمعها؟ شلون يعني ترسم هذه الرسومات؟ هو تقدر تقول ان يعني اغلب اللوحات اللي انا ارسمها خصوصا في مجال الفنون التشكيليه دائما يعتمد على الاحساس والقلب، يعني الشعور اللي أنت قاعد تواجهه بحياتك. هذا السر النجاح الفنان التشكيلي، إنه هو أي شيء مو موجود بالواقع أو أي إحساس أفضل. يعني مثال خليني أوضح لكم إياه، إذا أنا مثلا متضايق من شغلة صارت أو من فلان شخص يعني زعلني مثلا، هل صح أني أنا أي وأقول لك إن عن هذا الفلان وشنو سوى، أو أني أنا أسوي لوحة فنية وما تدري شنو هذا؟ يعني لما فيها فوائد، يعني أول شيء أنت راح ترتاح صح. أول شيء ما تدري يمكن هذا العمل من قوته ومن الإحساس اللي فيه يمكن توصل العالمية، يمكن تأخذ فيها جوائز. فسبحان الله أنت لما تجرب كل شيء وتطلع كل الأشياء يعني المو موجودة وتطلعها بالعالم الواقع، يعني راح تشوف أشياء عظيمة. فعلا عبد الرحمن، في ناس يمكن تفتقر انها ما عندها قدرة التعبير الكلامية او الكتابية، فتلقى هي طريقة تعبير للنفس، يعني ان في رسام يقدر يرسم لوحة وهو قاعد يعبر وهو ما قاعد يحس، وايضا تفريق للطاقة الداخلية اللي فيه مثل ما انت قلت، يعني يكون احساس داخلي وهو يفرق الطاقة الموجودة هذه بالرسم. صحيح. يعني عبد الرحمن يمكن في كلامك وايد ركزت على موضوع التحفيز والتشجيع وش كثر هذا الموضوع وصلك لهذه المرحلة الممتازة، لكن بالمقابل هل في ناس في البداية ممكن كانوا قاعد يحبطونك؟ هو للأمانة أنا ما بي يعني أقص عليكم وأقول لكم أن أنا يعني كل شيء اللي أقوله بس تحفيز، وإذا ركزت عدل يعني الشيء الأساسي اللي أنا أحتاجه هو الناس اللي يحبطون. لأن نسيت أقول لكم هذه النقطة. دقيقة خلني أوضحها، أنت أكثر شيء تحتاجه الناس اللي حبطونك؟ شلون؟ وضح لنا هذه الجزئية. هذه نقطة يمكن الحين بدأت يعني أنا توني اكتشفتها، أن الفنان شلون هو يقدر يعني يشوف إحساسه، مو بس يعني يحس، لا شلون هو يشوف إحساسه من لما يواجهه شغلات تشغل الإحساس. وأنا بالنسبة لي اللي تشغل الإحساس اللي بداخلي هو الناس اللي تحبط، وانا من لما اتحبط احس اني انا اغمض عيني احس اني انا قاعد اشوف شنو الخطوه الجايه.
فدايم انا احتاج الناس اللي حطوني لان هذول الناس هم راح يعلموني شلون راح امشي طريقي ومو طريق احد. ممتاز. بالضبط، يتحول الإحباط اللي قاعد يواجهونه لك الناس تحوله إلى دافع. برافو عليك عبد الرحمن. مستمرين مشاهدينا في لقائنا مع عبد الرحمن ورسومات، لكن بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل مشاهدينا ومستمرين في هذا الحديث عن مواجهة التحديات اللي واجهها عبد الرحمن ليوصل لهذا الإنجازات، لهذه الإنجازات الجميلة وحقق حلمه بشكل ما. عبد الرحمن، كلمنا عن اللوحة اللي قلت لي اسمها مجرد حلم. هذا الرسم، هذه اللوحة تقدر تقول ان بدأت باب جديد اللي هو باب السريالية. فأنا دائما كنت دائما الناس ما تشوفها هناك، أنا راسم لاين كينج وراسم نمر، صح، راسم الشغلات يعني خلاص بس عنصر واحد وخلاص. بس قلت أبي أجرب أنا باب السريالية لأن هي حسيت أن تقدر تعبر فيها أكثر وأكثر. فهذه اللوحة سميتها مجرد حلم. أن مثال نفترض مثلا أنت انت شفت الامنيه اللي انت تبيها، شفت الناس اللي تشجعك، انت شفت كل الحلم اللي انت تمنيته. بس سبحان الله من لما انت يعني تغمض عين وتبطل عين راح تشوف ان كل هذه الالوان اللي انت شفتها والناس صاروا كانهم اسود ابيض او صاروا كانهم الوان يعني عكس اللي تمنيته. فهذا اللي وضحته بهذه اللوحه، ان واحد قاعد بالقمر عايش يعني فرحته. بس سبحان الله هذه مجرد حلم، بس في شمس قدامه وفي صورة شخص على اليسار، صح؟ صحيح. فشنو المقصود فيهم؟ وفي نجوم فوق، فشنو الفكرة اللي هو يعني هو قاعد بالقمر، صح؟ صحيح. يعني على القمر وقاعد يشوف الشمس قدامه وفي شكل شخص، فشنو الثلاث هذول مع بعض شنو قاعد يشكلون بالضبط؟ وهذا سبحان الله إذا أنت لاحظت هذه الميزة اللي أنا حبيت أرسم السريالية. حلو. لأن أنا ما أقدر أقول لك، ما أقدر أجاوب عليك هذا السؤال لأن هذا الجواب أنت لازم تكتشف هذا الجواب. كل واحد يفسرها على طريقته. أنا اللي علي أعطيك العنوان. وأنت سبحان الله يعني أنت من لما تشوف هذه العناصر أنت شنو اللي أنا هدفي؟ إني أنا أشغل الشغلات والأفكار اللا إرادية داخل عقلك. أنت راح تقول، وحتى راح تقولين انت شيء ثاني. اقول لك انا شنو فسرت بالرسمه؟ ترى الانسان يفسر كل رسمه على الحاله اللي هو فيها بعد. زين انا خلوك شنو فسرتها؟ انا ما قاعده اشوفها، انا قاعده اشوفها الحين. انا اللي فسرتها بالضبط بانه شخص لقى شخص ثاني في حياته، صح، كان يشوفه يعني بعيد وايد صعب انه يوصل له، لكن وصل له. وهذا الشخص مميز لانه شبهته بالقمر، هذا برايي انا. فهو مصدر امان لهذا الشخص اللي جالس بالقمر، والشمس هي تمثل الإيجابية، فهو قاعد بمكان يخليه يحس بالأمان. ممتاز. بالمقابل قاعد يشوف الإيجابية كل يوم في حياته اللي هي إشراقة الشمس. هذا بالنسبة لي يعني كان التفسير. يعني ناقد فني صرت أحمد. لا التفسير أنا ودي أصير ناقدة فنية بس ما قاعد أشوف اللوحة من الطاولة. وايد حلوة الرسمة صدق. وما لاحظت البوصلة، صح؟ البوصلة وين البوصلة بالضبط راح تكون؟ ما لاحظت أنت بالبوصلة هني صوب الشمس؟ البوصلة صوب الشمس. تقدر تشوفها عشان هم نوريها ريم. اي ابي انقذ نفسك. اوكي. اوكي. شوفوا الرسمة هنا، هذه الرسمة تبي تشرح شوي فيها عبد الرحمن؟ هو شنو قلت لك انت يمكن ما لاحظته اني انا مو بس راسم شمس، راسم في هني شخص، صح؟ في شخص. ايوه في راسم بعد هلال. ايوه صح. اوكي البوصله وين راح تكون؟ اي خليني اشوفها من الشاشه. في نجوم هني. ايوه الشمس. اوكي صوب الشمس. أيه. انا اتوقع يمكن انت ترى هذا الهلال، هذه الشمس، هذا الشخص اللي داخل، هذا صوره وجه. ايوه حلو. هذا شعر. ممتاز. صح. هذه النجمه. بس ما لاحظت من البدايه اني انا متعمد ارسم بوصله مع الشمس. اي ما لاحظت. هذه ميزه السرياليه. حلو. ان تشغل الافكار الباطنيه اللي داخل جسم الانسان. ممتاز. برافو. جميل. عليك عبد الرحمن. عبد الرحمن تعاني من مشكله بصريه واخترت يعني شيء يعتمد على البصر، ومثل ما اشوف مو اي رسم انت قاعد ترسم، يعني خطوط رفيعه جدا. يعني لو انا ما اقدر مثلا ارسم الخطوط الرفيعه هذه تلقاني ارسم خطوط عريضه، مع ان انا بصري ما في شيء، بس يعني ما شاء الله عليك ان عندك ضعف بالبصر وقاعد ترسم بهالدقه هذه. هل هذا يعتبر تحدي؟ وقول لنا شلون واجهت هذا التحدي. هو لازم كل واحد
حتى أنا وأنت وكلكم كل واحد قاعد يواجه شغلة، يعني هذا الشيء طبيعي. صح. وإذا أنت ما قاعد تواجهين شيء معناته أنت واقفة مكانك. فأنا حتى دائما أقول حق كل الناس أنا ما أسمي روحي معاق، أنا أسمي روحي يعني شخص ذوي الإعاقة. ليش؟ لأني أنا دائما أنا عندي إعاقة بس كل يوم قاعد أواجهها كل يوم، فإما هو يفوز أو أنا أفوز. فمن لما أنا أرسم لوحة أو يعني من لما مثلا أي شيء أي شيء حتى مثلا بالتلفزيون يعني أتحدى كل شيء، وسبحان الله يعني هذا سر التحدي. الفن هذا صعب عبد الرحمن، الرسم بهذه الطريقة وتواجه فيها صعوبة؟ هو بالنسبة لي أنا الصعوبة ترى التفاصيل أكثر شيء صعب بالنسبة لي. بس نفس ما قلت لك أنا كثر ما قدرت أبي أرسم التفاصيل، بس بالنسبة لي أنا لاحظت أنه مو مهم عندي التفاصيل، المهم أن شنو اللمسة الفنية اللي تحطها باللوحة عشان تميز العمل الفني. يعني مو بس أنك أنت رسمت شخص وخلاص، لازم فيها بصمة خاصة أساس الناس يشوفون أن هذه مختلفة يونيك مختلف عن باجي. عبد الرحمن، لكل فنان مود أو حالة خاصة دخله جو أو عالم الرسم، يعني مو أي حد يقدر يرسم إلا لما يدش هذا المود. أنت شنو المود أو المزاج اللي تدخل في عالمه عشان تقدر ترسمه؟ أوكي، هو عندي أنواع وايد من المود. يعني أول شيء نفس ما قلت لكم الفقرة الأولى أن أنا أفضل أني أكون عندي مثل نوع من الحزن عشان يخليني أركز بالشغل. ثاني شيء لما أشغل موسيقى حسب الموسيقى اللي أنا أسمعها يعني تعتمد على نوع اللوحة اللي أنا أرسمها. يعني مرات يكون طبعا لازم أمريكي، لازم مرات يكون ياباني حتى لاتيني، وهم مرات أشرب حليب كاكاو، هذا طبعا شيء أساسي. فهذا ثلاث شغلات، يعني لازم يكون عندي شيء حلو وأغاني وبس، وتكون لازم تكون في حالة حزن. يعني هو بالنسبة لي عشان أركز تركز. لا، هو يمكن أنت تفرغ طاقة الحزن هذا بالرسم. صحيح. فهو يعتبر رسم ترى تفريغ الطاقة. صحيح. إذن إذا كنت أنت جدا سعيد وطق بالك تبي ترسم يعني بالنهاية، فممكن تعيش مثلا حالة حزن، مثلا حالة حزن تتخيل نفسك أنه تسمع أغنية معينة وتتخيل السيناريو وتعيش أنك كأن أنت هذا الشخص وترسم، ممكن تسويها ولازم يكون حزن على قولتهم صجي؟ أنا الأمانة من الحالة السعيدة اللي أنا لما أرسم شيء وأنا يعني مستانس، تقدر تقول أرسم شخصيات يعني نفسه هني فروزن والأمور هذه. أيوة، يعني لاين كينج أنا أذكر يوم رسمته كنت مستانس، وفروزن والشخصيات هذول تونس. بس من لما أبي أسوي موضوع أبي أسوي شيء لازم أن أنت تحط قلبك بالشغل، يعني مو بس أن لا لازم يكون مودك يعني نورمال. فإذا أنت كنت مستانس يعني لازم ترسم شيء يعني نفس الليفل الوناسة. بس إذا أنت تبي ترسم مثلا لوحة سريالية وأنت مستانس، ما أحس أن أنت راح تعطي الإحساس اللي هو يحتاجه. فلازم شوي يعني تحتاج شوية من الحزن، ومو حزن يعني العنصر الأساسي من المشاعر عشان يخليك تركز بالشغل. صحيح. عبد الرحمن، الأمانة يمكن احنا بالبداية قلنا أنت تعاني من إعاقة بصرية، لكن بنختم الحلقة ونقول أو نختم هذه الفقرة ونقول بأن أنت تملك ذكاء، تملك موهبة، تملك إنجازات، وتملك فن. فعلا احنا كلنا فخورين فيك، فشكرا على حضورك معنا في هذا البرنامج. كل الشكر عبد الرحمن لك على وجودك معنا، أنت تعتبر مثال للتحدي بصراحة. بعد راسي والله مشكور. مشاهدينا راح نكمل معاكم أكيد، لكن تقرير عرض المواهب راجع لكم مرة ثانية.